اصحابي اللي فات كان نص كده نص جنب ما اعرفش ايه هو بس انا كنت جاهز الانفراتروك
مش اللي ايه مش اللي ايه عرفنا الكلام ده منين؟ من ان البودي والسينوت بيشارك في عمل الروح
خفيف ميه من الميه ده ممكن بس مش اللي هو العادي بس بيلجؤوا في بعض الحاجات بيلجؤوا في حاله اللي هي السنون جون بيكون مصمت ما فيهوش هواء في بعض الناس عندهم كده ففي الحاله دي بيقدروا حاجه الاثنين اما اللي هو يخرج الاخطر كلها وهنا ممكن يخاف يخاف هو بيخرج بقى يحتاج بقى شريون كبير ويخرج بيه السنون كلها ويخش على ممكن او ممكن ترانزيت مويه ان هو يخش من هنا ويمشي بالاله بتاعته كده 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 لغايه ما يوصل ماشي من تحت المخ شايف الشاشة شايف المخ فوق وشايفه هو ماشي كده وهو ماشي ويصلح على كل الرجلات يعني فالمهم لا الانسان مهم جدا للمخ ده لان المخ ده فصلنا عن المخ وفصلنا عن الفكرة الرجلات ده مهم يبقى كده عندنا ده مخ وده مخ ده لازم عندنا ايه؟ معقول الجزء السلوكي اللي هو الميزة بون والفرنتا بون جزء الهوريزونتا اللي هو الفيلم هوبي هو بس السوق اللي ورا اللي هو خالص. الفلور اوف ذا نوز طبعا ده الفلس اللي بيوصلها عند النوم مش كده؟ ومعمول ايه الغط ده؟ الغط ده انتوا عارفين طبعا الكلام ده معمول من دي العظمية دي طبعا كلها ماكسيلا خلاص؟ والبروسس اللي جاي من الماكسيلا وبيشكل عمل الملك اسمه الباركاني بروسس اوفر وبعدين في عندنا عظمه العظمه دي بتبقى عامله زي ال شيب نشوفها فيها في عندنا عظمة هنا موجودة في اللاكرو لوب فيروس اللي هي عظمة الزلف اللي شايفينها دي بتبقى العظمة دي كده كده وموجودة قدام الميديا الكريبوي بليك على طول شايفين دي الميديا الكريبوي بليك بتاعت السيمان العظمة دي فيها فيرتيكال بليك وبعدين فيها هوريزونتال بليك العظمة دي اسمها الطعلقان بون الطعلقان بون الجزء ده اهو ده اسمه الهوريزونتال بليك اوف باركنسون وده ده بتاع المكسلة دول هم احنا بنشوفهم من تحت من هنا هم ده هو لو قلبنا من كده ده دول البارتاين وسيستم وبعدين هنا وهنا يبقى في هورزونتال بليتس وبارتاين هو شوف حاجه تفصيل بس يبقى كان ده ايه ده فلو اوفن يبقى خدنا رول وخدنا الفلو نيجي بعد كده النوز ليها لاترال رول وميديا رول مش كده؟ الميديا رول ده نوز هو الميزه الثقه اللي هي الحاجز الانفي اللي فاصل الاثنين على بعض الحاجز الانفي ده او الميزا السيبتوم ده بيبقى مكون من بون اند كارتج بون اند كارتج ادي ده الحاجز الانفي اهو اهو ده ميزا الكافيتي هنا ميزا الكافيتي هنا وده دي السيبتوم والميزا الكافيتي ناحيه ثانيه نخش بقى هنا كده نخش له ده زي هو عامل كده في الرسمه ها هو داخل هنا ده ميزا الكافيتي وده ميزا الكافيتي ثاني ودي السيبتوم اللي خاصه بيها السيبتوم دي معموله من ايه؟ معموله من عندنا في العظم الصفرا اللي فوق دي دي البيربنديكولار بليت وده سمول سمول بليت يعني كده بتبقى ليها هوريزونتال بليت وليها بيربنديكولار بليت وليها لاترال ماس من الناحيه دي ولاترال ماس من الناحيه دي مش كده؟ ها؟ ف فبيبقى عندنا دي دي ايه؟ دي فيرتيكال بليت او بيربنديكولار بليت وده سمول في عظمه بقى عظمه ماسكه في المجزيل من فوق وفي المجزيل من فوق كده في المنظر ده ومن هنا ماسكه في البودي سبيسيون دي تحت الاندر سيرفيس او بودي سبيسيون دي هو ده حاجه اسمها روسترا المحمى علينا العظمه دي اسمها بومر بومر البومر دي عظمه ماسكه في المجزيل من فوق البومر دي اللي انا ماسكها دلوقتي هنا كده يعني ماسكها كده دي اللي انا بخطط عليها هنا 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 دي البومه فيبقى البومه اهي ودي البيربنديكولار بليت اوف ذا اسمول وبعدين ده من مكانك اللي هو ده كارتج اللي هو اسمه سيبتا كارتج سيبتا كارتج يعني كارتج لكن ده بقى اللاترال والانر ده دول كانوا داخلين في هنا لكن السيبتا كارتج اللي هو السيبتا اللي هو احنا بنسيبتا بس فهو ده الميديال مين بقى اللاترال وجوز اوف لا تقول ده نص لازم نكسر بقى السيرفون دي ونقابل بقى في ايه اللاترال اللاترال ده نص هو الحقيقه لو حبوا يسالوا في الامتحان في النص فزي ما الاسئله ده هرمون فده نوع سؤال في الامتحان ده يعني لازم اعرف اللاترال ده نص بنعرف فيه ايه؟ بنعرف فيه الاول معمول من ايه؟ اللاترال ده معمول من ايه؟ معمول من المسلة اللي هي كل العظمه دي المكسلة الميزه السيفتس بتاع المكسلة شكلها كذا منظر دي المكسلة كده
احنا شايفينها من هنا دلوقتي، من هنا ليها سيرفس هنا، هنا عارفين السيرفس بتاع المازيلا طبعا، ففي سيرفس هنا للمازيلا، ده اللي هو الميزه سيرفس في المازيلا، وماسكه في المازيلا من فوق هنا في عظمه اللي هي عايزه تكون فوق الوسط، عظمه هنا كده ماسكه في المازيلا من فوق، العظمه دي دي ايه؟ دي الاكثر ماسه الاسمار، لان الاسمار كنا ليها بريبري فورم وبعدين ليها بيربنديكولار وليها لاترال ماس. خلاص؟ الاسمار ليها كريبري فورم دي كانت ظاهره في الروب اوف ذا نوز. خلاص؟ وليها بيربنديكولار كده دي كانت ظاهره في السيكتر. وليها لاترال ماس. لاترال ماس اللاترال ماس ظاهره في اللاترال. يبقى دي لاترال ماس اوف الاسمار وباين عليها حاجتين بارزين كده دول اسمهم كونكتي اللي فوق دي اسمها سوبيريو كونكتا ودي اسمها ميدل. العظمه اللي تحت ديت عظمه ماسكه في المازيلا، دي بقى مش جزء من حاجه، دي راس راس المازيلا نفسها. العظمه ديت اسمها انفيريو كونكتا اللي از وان اوف ذا سنتري بونز اوف ذا سكار. فحضرتك راس 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 السيمون فرقه كده. يبقى اذا عندنا لغايه دلوقتي ايه البونز اللي ظاهره في اللاترال رول اوف الروس؟ عندنا المازيلا يا سوري المازيلا هي دي هنا انتهت المزرقه، وبعدين عليها الانفيريو كونكتا ومن فوقها في العظمه دي اللي هي السمول بالانس او اللاترال ميسوب سمول. خلاص بعد كده في عندنا ايه؟ في عندنا السيرفس ماسكه في المازيلا من قدام وماسكه في الميزه الكارديوي بتاع السينون من ورا. العظمه دي اسمها فيرتيكال بليت اوف بالاتاين او بيربنديكولار بليت اوف بالاتاين بوك. بعد كده زي التفسير اللي هي الميزه الكارديوي دي روح وصفها في اللاترال نوز ذا نوز ان هو اهي اهي ادي ادي ده النوز اهي كده في اللاترال نوز ذا نوز انا ايه في فيه اهو صواعي جوه اللاترال نوز ذا نوز ادي الميزه الكارديوي ده الميزه الكارديوي دي هي نفسها ظهرت في اللاترال نوز. يبقى اذا عندنا دلوقتي في عندنا اللاترال رول جلوس عرفنا المازيلا المازيلا والانتيرو كونكا وعرفنا اللاترال ميس بول وعرفنا التو كونكي بول عليها السوبيرو كونكا والميدل كونكا اكسات للسمول لكن الانتيرو كونكا السيمبل بول سيمبل بول. وبعدين عرفنا ان دي اسمها الفيرتيكال بليت اوف بالاتاين بول ودي اسمها ميديا تريبوينت. طبعا ده يفضل حضرتك في المازيلا اللي طالع لفوق ده في حته حبه صغيره كده تشوفوها في السكال غالبا بتبقى مكسوره يمكن ما شفتهاش في اغلب السكالات بتبقى مكسوره عظمه صغيره وقشه كده شويه العظمه دي هي دي خلاص. العظمه ديت دي بتبقى موجوده يعني ورا الكارتا كروس والمازيلا اللي هي عظمه صغيره كده ورا الزون ده الزون ورا الكارتا كروس والمازيلا عظمه. العظمه دي اسمها لاكرينا لاكرينا بون. يبقى اذا عندنا الدكتور العظم اللي ممكن بينشا اللاترال رول اوف ذا. يبقى دلوقتي اللاترال رول ذا نوز احنا معموله ازاي؟ في بقى حاجه مهمه جدا في اللاترال رول اوف ذا نوز بنقول انه هنا لو جينا بصينا في اللاترال رول اوف ذا نوز الجزء الفوقاني ده الميزا كافيتي لو جينا بصينا في الصوره دي الصوره دي زي اللي قبليها على طول اهي بس دي الميكوزا بتشاف يعني اشهر ميكوزا فبين العظم في نفسه بين العظم لكن لو شلنا لو خلينا الميكوزا يعني الميكوزا موجوده فاهي دي السوبيرو كونكا ودي الميدل كونكا ودي الانفيريو كونكا واضح يا جماعه؟ واضح؟ طيب الجزء الفؤادي الصغير من الميزه الكافيه اللي هي فوق مستوى السوبيرو كونكا بين الروف وبين السوبيرو كونكا يعني لو الروف كده والسوبيرو كونكا كده هي المسافه اللي فوق خالص اعلى جزء في الميزه كده ده اسمه ايه؟ اسمه سفينوس مويلر ريسس الحته دي اسمها سفينوس مويلر ريسس. بعد كده دي ودي ودي الثلاثه دول بين السوبيرو كونكا والميدل كونكا وبين الميدل والانفيريو وبين الانفيريو وبين الفلور الثلاثة دول بيسموهم الميتاسيس اوف ذا نوز. سوبيريور ميتاس، ميدل ميتاس، وانفيريور ميتاس. واضح يا جماعة؟ طيب يبقى إذا أجزاء الميزا كافيتي طبعا الحتة الأولانية خالص في الميزا كافيتي دي اسمها الاستيوبيا فيها شعر وفيها مغطية ايه؟ وراها المنطقة ديت اللي هي قدام الميتاسيس وفوق الاستيوبيا الحتة ديت حاجة كده بيسموها الانترين اوف ذا ميدل ميتاس. دول ما يهمناش قوي. لكن اللي جميل قوي هم الاربعه دول دي اسمها سينوس مويلر ريسس دي اسمها سوبيرو ميتس دي اسمها ميتس
اسمها البيور نيوز. طيب تعالوا نيجي النيوز هي فين؟ هي فين؟ احداث يعني عايزين نشوفها بس مستخبيه بالفوكه الكبيره دي اللي هي الفوكه. فهريك الصغيرين الفوكه في الصوره ديت. بص الصوره ديت دي الصغير الفوكه. دي مين الفوكه؟ اللي كنا شايفينها كانت كبيره هنا. كانت كبيره ومغطيه كده كسرناها. ودي الانفيرو كونتا برضه كسرنا فدي السوبيرو كونتا ودي الميدري كونتا ودي الانفيرو كونتا. فين السوبيرو كونتا ريسيس اهو. فين السوبيرو ميتس اهو. فين الميدري ميتس كل ده ميدري ميتس. فين الانفيرو ميتس خلاص واضح هنا بقى ان في الميدري ميتس في بانش حاجه دارسه كده هي اللي كده دي اسمها ايه؟ اسمها بولا اسمه يس. بولا اسمه يس. خلاص ده بانش هيبقى سببه ايه؟ موجود في الميدل ريتس. تحت البولا اسمه يس في جروب اللي انتوا شايفينه ده. من تحت البولا. وبعدين الجروب ده استنشق قدام البولا. يعني ده تحت البولا اهو 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 اهو. وبعدين راح استنشق قدام البولا. ده الجروب دوت اسمه هايبس. سيميليوناس والجروب الحته اللي قدام منه اسمها الانفانتيليوم اوف ذا هايبس سيميليوناس. واضح يا جماعه؟ طب ليه عمالين نقول الكلام دوت وبنبسط فيه لا تروح تليفون؟ لانه حوالين النوز في حوالين النوز النوز هي كده حوالينا كل العظم اللي حوالين النوز في تجاويف في العظم دوت زي ما احنا شايفين جوه السكيورت مثلا اهي السكيورت ده جوه ده في تجويف وزي ما شايفين في الفرونتال بول جوه في تجويف خلاص كده ومش بس كده ده جوه المجزيه دي نفسها في تجويف كبير قوي اللي هو ده هو دي هو دي هو تجويف كبير جوه المجزيه اهو دي مقصوره كده فالتجويف باين قدامنا شايفين صباعي دي لانها مقصوره لانها مقصوره فده ده وفي تجاويف جوه السمويد بول فبالتالي في تجاويف اللي هي اسمها البارانيزال سير ساينس البارانيزال ساينس دول هندرسهم كلهم بيفتحوا النوز زي ما انتم شايفين ده كده هو فاتح النوز اهو روبوت اللي بيعمل النوز خلاص وده برضه اهو هو عامل سحن كده في ممثل ماشي جوه القناه كده لغايه ما فتح هنا في اذا التجاويف دي بتفتح النوز هنا كيف بالظبط تفتح النوز بقى هو ده اللي بيتسال في الامتحان، ده أهم سؤال في النص في الامتحان، اللي هي الأقرى نوز ذا نوز وصفقولي وقول لي إيه الحاجات اللي بتفتح؟ خلاص؟ فهنشوف دلوقتي إيه الحاجات اللي بتفتح؟ في السفينوكس مودر ريسيس فوق اللي هي اللي هي المنطقة العليا بين النوز، اللي بيفتح زي ما أنتم شايفين بيفتح السفينوكس بكتيريا خلاص؟ طيب نيجي بعد كده، هنا دي اسمها إيه؟ سوبيرو ميتس ودي اسمها إيه؟ ميدل ميتس مش قلنا كده؟ بس احنا قلنا جوه الاسبوين هون جوه الاسبوين مش البوين اللبن سايت بتشارك في عمل اللاكرا نور بلوز جوه الاسبوين دي في تجاويف هوائيه اسمها اسبوين ده سايت كام واحد؟ ثلاثه في حاجه اسمها بوستيريو وحاجه اسمها ميدل وحاجه اسمها انتيريو هنا بيفتح البوستيريو اسبوين ده سايت وهنا غيرك هنا غيرك بيفتح الميدل اسبوين وهنا بيفتح الانتيريو سمويدر يبقى اذا الثلاثه سمويدر اير ساينس الفريق ده البوستيريو سمويدر بيفتح فين؟ في السوبيريو ميدس الميدل سمويدر بيفتح فين؟ في البولا اسمه داس وهو اللي ايه سبب البولا دي؟ ايه سبب الانتفاخ ده؟ سبب انتفاخ الميدل سمويدر اير ساينس فقال ده وبعد هنا فتح الانتيريو سمويدر بيفتح فين؟ في الجزء القدماني من الهايبرس مليونيرز ده قلنا اسمه هايبرس مليونيرز هي الجزء الثاني. طيب في الجزء الوراني من الخريطه في اكثر كبيره تحت المجزيه دي اير ساينس. طيب في الحته دي بقى هنا في الانفانتيلوم اوف ايرس مش احنا قلنا ده ايرس في الجزء الوراني من الخريطه بيفتح مين؟ في المجزيه. في الجزء الجمالي بيفتح مين؟ في الانتيريو سبوند. خلاص طب في الانفانتيلوم بتاع الخريطه الثاني ايه اللي بيفتح هنا؟ اللي بيفتح الفرونتال اير ساينس زي ما نشوف شكل واضح يا جماعه؟ يبقى اذا دي فتحات او المجلس اللي بيسموه التوبوجرافيكال ارينجمنت اوف ذا اوبننج اوف ذا يعني هو فوق ازاي؟ مكان فين؟ التوبوجرافيكال ارينجمنت اوف ذا اوبننج اوف ذا بارانيز اند اير. هل في حاجه ثانيه بتفتح فيه النقرة نور اوف ذا نوز غير دول؟ غير السته الاسلامس دول؟ عرفت سته الاسلامس وعرفت كل واحد فاتح فيه؟ اه في حاجتين كمان في فتحتين كمان
ليه اول ما تروح هنا بتبقى تحت كده ده فين الانفيريور مين اصلا الانفيريور مين دي فتحه ايه دي مش فتحه كرسانس بقى ولا حاجه وانما دي فتحه ايه ده هتكتبها كده كتبه اوربت ده دي فتحه النيزو لك في منطقه النيزو لك في منطقه مش احنا قلنا ان عندنا هنا في حاجه هنا كده هنا اسمها لك في منطقه مش انتوا عارفين اللحمه الافريكس مش انتوا عارفين ان في لحمه جلاند موجوده هنا وبتفرز الدموع تمشي قدام العين وبعدين بتخش جوه اللحمه الساق وبينزل في اللحمه في النيز ولحمه الضهر وتفتح في النوم واحنا بقى بنعيط والدموع بتنزل في النوم ها انا معايا قوي زياده عشان تطلع عرق لكن العادي بتاعنا ان الدموع بتاعتنا والدموع ما انتوا عارفين بتبقى كونتينيوسلي فوق يعني فوق على طول بتسحب الدموع عندنا على طول وإذا العين تمشي. فالدموع بتروح فين؟ بتروح النوز، صرف عن النوز، فيبقى إذا عندنا اللحمة اللي بتروح هنا في حاجة اسمها نيزو لك ها؟ كانت بيمشي فيها نيزو لك مطب، شفتوا الكلام ده في الاسطول، أهي قدام عينيا أهي نيزو لك كانت وبتفتح هنا، تفتح فين؟ في الإنفير ميتس أوفر، يبقى في الإنفير ميتس في بعد كده في عندنا فتحه ثانيه كده بتبقى في الابر بارت اوف ذا سيستم تو تو هنا مثلا هنا الفتحه دي حاجه فورم اسمه سبينو فالاتاين فورم اللي هو يوصل النوز بالتيليفون فالاتاين فورم مش كده؟ مش احنا خدنا التيليفون فالاتاين فورم وعرفنا ان في حاجه اسمها لونج سبينو فالاتاين نيرف وشورت سبينو فالاتاين نيرف وفي ارض اسمه سبينو فالاتاين ارض ده ازاي ببعت حاجه من التيريكو فالاتاين بصه اللي هي هنا اللي هي دي التيريكو فالاتاين بصه هنا ازاي ابعت حاجه على النوز اللي يوصل النوز بالتيريكو فالاتاين بصه سبينو فالاتاين فورمن ها سبينو فالاتاين فورمن اخش هنا هو هنا موجود كان قوي قوي اللي عايز يشوفه بعد كده يشوفه لا فورمن ابص لكم هنا التربو مرتين قص انا بصيت في عينيا التربو مرتين قص هنا فشايف فورمن هنا لو دخلت في سلكه اخش على النوز ده بيعدي منه الحاجات اللي عايزه توصل للنوز كلها اللي هم مجموعه النيزو فالاتاين او سبينو فالاتاين نيرف ستانس يبقى دي بان لك رمور ذا نوز ودي الحاجات اللي بتفتح فيه ده فيتشرز اوف دي ها ده اسمه ايه؟ سوبيو كونتا ميدل هنا في رسمه ضايعه كده ماشي بقى ضايعه كده هي عند الكتاب نعم وهي كبيره هي كبيره فيهم شويه يعني الانتيروس مده صغيره عنها فمش فاتحه ومفروض واحده تكون مجموعه يعني الميدل دول مش واحده بيبقوا ثلاثه كده بيتكون منهم اربع خمسه اير سيلز كده دول كبار الميدل بالذات كبار قوي ورافعين البون ها يعني حته البون كده جواها اخر سيلز فهي كبار فعاملين كده التانيين اصلا ما فهمش عنها دي الرسمه بتاعت الكتاب بتاعتكم اهي اهي دي دي السوبيو كونكا اهي ودي الميدل كونكا ودي السوبيو كونكا في الميدل كونكا دي الميدل كونكا دي السوبيو كونكا دي الميدل نيتس دي البون لابس ونهاز ده الهيئس وده الانفازيبيلر بتاع الهيئس خلاص هنا اهو بيقول لك ان السلوندر ساينس بيفتح السيرو سلوندر السوبيرو نيكس دي اللي هي السيرو سلوندر ساينس هنا هو الميدل سلوندر ساينس هنا الانتيرو سلوندر ساينس واللي ورا هنا في السيرو فوق ده الهيئس ده المكسيل هنا قدام ده الفوق اير ساينس بكمان كده كده ها انت ماشي جوه الكومبلكس وبتفتح دي بيقول لك دي اللي تفتح ميز ولكن طقس وهنا الفرطاي بورم فوق كده بيقول لك دي فتحه اللي تؤدي الى بيرو الفرطاي اللي هو حاجه اسمها سكينو فرطاي واضح ده اللي اكبر نون فوق ده يا جماعه هو ده النوز كلها ريجارد للامتحان يعني بالنسبه للامتحان هو ده اهم حاجه يمكن عندنا الميزه الميكوزا، الميزه الميكوزا طبعا في ثلاث انواع، في اللي قدام خالص كده هنا في الاستديول هنا ده سكين 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 زي الجبار وفي هيرز وفي ميوكاس بلانش وكل حاجه. بعد كده في جزء بقى من الميكوزا بيبقى في الروف في الروف ميكوزا مضخمه الروف هنا والابر بارت اوف ذا روف والابر بارت اوف ذا سيكون حته كده في الجزء الوطني من الروف
والأبر قارب تقوم بسيطة والأبر قارب تبلاك قارب. هنا الميكوزا اسمها الفاكتوري ميكوزا ودي تبقى ميلوش ومن دي اللي فيها المستقبلات بتاعت الاسمين دي حاجة سبيشل دي أشك حاجة عادية كده. بقية الميكوزا كلها بقى اسمها الريسبيراتوري ميكوزا بقية بقى الميكوزا كلها مبطنة بميكوزا اسمها الريسبيراتوري. يبقى في سكين ده في البستيديوم وفي الريسبيراتوري ميكوزا ده كل ما عدا المنطقة بقى اللي فيها سبيشل اللي هي الفاكتوري ميكوزا. اوكي يس طبعا الميكوزا كلها بتبقى الاصبارات يعني بتبقى ريدش لانها مليانه تحتيها بلود فيسلز كتير قوي. ليه كتير؟ ليه؟ عشان تدخل الهواء هو داخل تدي وورنينج للهواء. والى جانب هذا بيبقى فيها سيليا، السيليا دي هي عشان تدفع التراب اواي فروم ذا. ده بالنسبه للفك الميكوزا. اخر حاجه بقى عندنا البلاد سبلاي والنيرف سبلاي بتاع النوز. يعني الحاجات دي بقى كلها طبعا محاضره بقى قديمه ومشرره فعارفين طبعا انتوا انه يعني كده الدايركت الصغيره بتقول النوز لو اللاترال وول اوف ذا نوز اللاترال وول اوف ذا نوز مين النيرف اللي سمعنا عنها قبل كده قبل الترتيب كنا سمعنا على الريفكس والانتيريور الفونيتال خلاص كنا سمعنا على ده اسمه انفرا اوربيتال نيرف كنا سمعنا على ده اسمه شورت سفينو بارا. الثلاثه دي دول بيجسوا اللاترالون لو قلنا كده يعني ده اللاترالون وده اللاترالون دي السته النيرفز دول الثلاثه دول بيجسوا هنا وبيجسوا هنا يعني بيغذوا اللاترال نيرف والدانوز وبيغذوا السبا. بعد كده في هنا نيرف بقى زائد واحد وهنا زائد واحد. واحد لا بس اللاترال نيرف واحد بس للسبا. مين اللي بتاع اللاترال نيرف بس؟ اللي هو الجريتر بالاتال. دي حاجه اسمها جريتر بالاتال. طب مين النيرف بتاع السبا ده؟ ده اللي هو اسمه سفينو او لونج سفينو بالاتال او مين بالاتال اثنين صح. هما مستخدمين في الكتاب عندكم مره كده مره كده بس هو يعني اللونج سفينو بالاتال هو اللي في الحلقه. يبقى اذا عندنا ادي نيرفز بتغذي الجنرال سنسيشن للنوز. طبعا سبيشال سنسيشن الكونتاكتوري اللي هو يبقى واحد من التحاليل واحنا خدناه مش تبعها هنا. يس يبقى اذا عندنا تيم نيرفز. النيرفز دي طبعا عارفين بالتفصيل كل حاجه موجود في الجنين ده تجميع بعدين طبعا هتطلع على الانتيريو سبوينتال نيرف ده جاي منين؟ من الميزوسيليا عارفين ان الفرق تنال هو كونتريشن والبيلري عارفين الشورت سكينو بارتاين دول جايين من السكينو بارتاين عارفين الجريفا بارتاين برضه من السكينو بارتاين يعني والمونت سكينو بارتاين برضه من السكينو بارتاين. اوكي يبقى ده النيرفز. الفيزلز البريدنس هنا برضه عندكم الرسمه بتاعت الكتاب هي احنا عندنا هنا في رسومات بس مش عارف ما اعتقدش ان هي هتبقى واضحه قوي لكن خلينا نرسم الكتاب بالدايجرامات يعني الفيزلز الفيزلز اللي بتغذي النيوز بتكون برضه فعندنا عندنا النيرفز ادي الفيزلز اللي بتغذي النيوز بتقول هم في اربعه منهم على اللاترال وول واربعه على السيكسون. اربعه فيزلز موجودين على اللاترال وول واربعه فيزلز على السيكسون. مين الفيزلز اللي على اللاترال وول في النيوز؟ في عندنا الانتيريو سبوندل والبوستيريو سبوندل. طبعا عارفين ايه دول الانتيريو سبوندل والبوستيريو سبوندل هم الاثنين جايين منين؟ بس انتيريو سبوندل والبوستيريو سبوندل وعارفين ده؟ ده اسمه سبينو بارتاني طبعا عارفين جاي منين؟ سينو برطان مهم قوي. سينو برطان جاي من السر وقت هم نزلها دي خالص. وبعدين عندكم ده ايه ده؟ ده السكه البرانش بتاع السوبيريو ليبيا بتاع الفيشيا. انتوا عارفين الفيشيا القطري الفيشيا القطري كان ماشي هنا كده له حاجه اسمها سوبيريو ليبيا والسوبيريو ليبيا بيدي ماشي فوق اسمه سكه البرانش بيخش على السكه وبيدي شويه للفتره. يبقى دول الاربعه دول الاربعه دول عرفناهم عرفنا ده اللي اسمه ايه؟ انتيرو بوينت ارتري وسيرو بوينت ارتري بتوع الاسبان بتاع الدم الروح ده سينو بارتاين. في الافرز ما فيش لونج مش لونج سينو بارتاين هو سينو بارتاين ارتري واحد فده اسمه سينو بارتاين وهنا ده السته برانش بتاع السكيورتي. نيجي هنا هو دي الافرز اللي بتغذي السته الافرز اللي بتغذي السته
هم دول بس هنلغي واحد ونستبدله بواحد. هنلغي الفوسيل الاثنين اللي هو هنا كان هنلغيه ونستبدله بالجريت الحلقه. جريت الحلقه يقضي بغزة السيف نمبر صفر. هنا بقى في كلام لازم نعرفه كويس. المنطقه دي بتبقى في الانتروبي فيجن بارت اوف ذا سيفر. انتروبي فيجن بارت اوف ذا سيفر يعني عندها في تشابه ارتس يعملوا انسموز مع بعض. مين الارتس دول؟ مينلي اهم ده اللي هو ايه؟ السبتال برانش بتاع السبيولي، وده اللي هو ايه؟ جريت بارتاين، وده اللي هو ايه؟ سينو بارتاين قطري، وممكن نزود الانتيرو سبويلر معاه. يبقى اربعه ارتس اللي هم على السبتة كلهم يتشابكوا هنا. الاربعه ارتس بستول يتشابكوا هنا. واضح ازاي؟ المنطقة دي فيها تشابه كان هو بين الأربعة أرتزون اسمها ليتلز إيريا. ليتل ده اسمه واحد راجل. ليتلز إيريا موجودة في الأنترو إنفيريور بارت أوف ذا سيبتم، وهي دي أساسا السورس أوف إبيستاكسيس. إبيستاكسيس اللي هو الرعاة اللي هو لما بيحصل تزييد من الأنترو، لما يحصل دم نازل من الأنترو ده اسمه الإبيستاكسيس. الإبيستاكسيس ده الدم ده اللي نازل في الإبيستاكسيس ده بيبقى أساسه جاي منين؟ الدم اللي جاي في اللي نازل من الإبيستاكسيس ده مصدره منين؟ مصدره أساسا بيبقى من الليتل إيريا. والليتل إيريا دي مين اللي عاملها؟ الأربعة دول. طب لو حبينا نختار واحد من الأربعة دول اللي هو الكبير فيهم، أكبر واحد في منطقة بغزل الفوزيك هو ستة برانش بتاع السبيوت، وأساسا الإبيستاكسيس بيكون من الأطفال. سيبك ان هو مقصود صغير وبتاع كده، بس هو اللي هو السوبيريور الستة برانش بتاع السوبيريور ميديا بتاع فيشر، هو ده المصدر الأساسي. يبقى لو قال لك مين الأرتري الأساسي يبقى هو ده. لو قال لك مين الأريا دي اسمها الليتلز أريا، مين الأرتريز اللي تتشابك في الليتلز أريا؟ كله مع بعض. خلاص؟ أي حتة في النوز هي المصدر الاستاكسس تقول له الأنم هو الانتيريور بارت أوف ذا سيكمر. أنتو الانتيريور بارت أوف ذا نزل يعني مكان ده. هو ده المصدر بتاع الاستاكسس عادة. أوكي؟ كده خلصنا النفس الله يرضي، كده خلصنا النوز. ها؟ يبقى في حاجة مهمة أوي أوي بقى اللي هي الفارا نيزا إسرائيل. الفارا نيزا إسرائيل. لا شوف بقى سامع صوتي بقى عامل ازاي؟ زي صوت واحد عندي فوق
متفاهم كده. الزكام بيعمل ايه؟ بيقفل الساينس ده، بيعمل سويلنج للميكوزا، الميكوزا من جوه تبقى واهله شويه فبتتقفل الاير ساينس ده، فالصوت بيبقى فيه خنفه. ليه؟ مفيش تردد قلبي. حلو. يبقى اول حاجه عندنا فايده الاير ساينس دي ان هي تقلل وزن الجمجمه. تاني حاجه اللي هي تدي ريزونانس اوف فوكس. ثالث حاجه يعني بتعتبر كقشر للمخ، الحاجات والبيتويتال جلاند والاي نفسها. قشر يعني ايه؟ يعني انت لما يكون عندك مثلا في العين وفي هنا حاجه فيها هواء، لو ما فيش هواء في البتاع كده وفي حصل خبطه كده هيبقى ترانسميت على دي على طول، لكن لما يكون في هواء بيبقى في استيعاب يعني ده كده فايده الساينسز. الاير ساينس كلهم اللي نعرفهم ليهم مكان فتحتهم فين؟ السينودا فين؟ السينوس مودا فين؟ السينوس مودا في السوبر ميد اتصال ما عدا المجزري. المجزري عايزين نتكلم عن الاثنين، ده الوحيد اللي عايزين نتكلم عنه، لكن الباقي الباقي هو مكتوب عنكم كلام في الكتاب. مش المجزلة دي اللي هو بقى اسمه انفرا اورتال، ده ماشي في الروف كده.
خلاص. والوولز بتاعت المجزئه اللي الساينس هنا ماشي الحكيم سبير الاكبر، هنا ماشي الليمب سبير الاكبر، هنا ماشي الحسين سبير. ولذلك لما يجي سؤال يجي يقول لك واحد عنده مش عارف التهاب في الجيوب الانفيه وبتاع مش عارف ايه وكده اهوت او في المجزئه اللي الساينس وما يحصل له وجع في اسنانه، تفسر ده بايه؟ فسر ايه وجع في اسنانه؟ ما هو النرفات اللي بتغذي السنان الفوقانيه دلوقتي انت بتلبسها دي بالنيرفز ديت، فالعيان هيشعر بالوجع في سنانه، السنان كويسه بس في التهاب في الساينس. يفضل احد حاجه فتحه بتاعت المجزئه الايرساينس، الفتحه بتاعت المجزئه الايرساينس هي فتحه قلنا فين؟ قلنا في الميدل ميتس. فين في الميدل ميتس؟ قلنا في الفصيل فارت اوف ذا هايتس سيميلوس. عموما الفتحه دي الفتحه مش حلوه، مكانها مش حلو. ليه؟ لانه هنا في الرسمه دي هنا فين الميدل ميتس؟ الميدل ميتس موجوده بين ايه وايه؟ بين الكيلو كونتر وبين الميدل كونتر، يبقى الفتحه في الحته دي. يبقى لو تراكم هنا بيت هنا سهل ان هي تبقى ترند ولا لا؟ لا مش سهل، زي ما يكون حوض عندك كده ها وله فتحه تبقى فتحه عاليه عاليه، يبقى الدرينج مش حلو، وهو ده سبب مشاكل المكسيري ساينسايتس واسمنها. ناس دايما عيان بتجيله وبيجيب مش واحد الدكتور ده وليه الدكتور ده غلط وما بتكتبش بتاع ده سببها الباد درينج. طب ليه في باد درينج للمكسيري ساينس؟ عشان الفتحه بتاعته من فوق عاليه، فعشان كده الدرينج مش فاهمين ازاي؟ بس كده خلاص احنا كده خلاص النوم الفرنسي الساينس المره الجايه لا 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 ل